تابعت من قبل الضوء بالقسم الأخير ورح يكون معنا مباشرة على الهواء دكتور ليلى لحود رشدان. طبعا بونجور دكتور، ستي معنا على الهواء. وي بونجور رودين، كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال، كيفكم انتم؟ الحمد لله تمام. حضرتك فاوندر اند دايركتور اوف لايف هير كلينيك، اليوم رح نحكي معك كمان عن ديتوكس وكيف رح يتحول ليصير يمكن هيك عادة من حياتنا اليومية. هو أهم شيء بالحياة إنه الواحد يكون عايش نمط حياة صحي حافظ عليه قد ما فيه من الوقت. ما في حدا 100% فيه يضله على طول ماشي على الخط، بس يقدر يعمل 85 يمكن بالمية من الوقت. دكتور خلينا هيك نحكي أول شيء step by step لكل اللي ما بيعرفوا شو يعني ديتوكس. أوكي، أول شيء كلمة detoxification، هي detox جاية من detoxification، يعني هيدي reaction بيعملها الجسم حتى يخلص كل شيء بفوت مواد كيميائية عليه من مفعولها السام. يعني إذا في شيء بالجسم أصلاً ما المفروض يكون موجود بالجسم وفات على الجسم، هالجسم بيعمل له chemical reaction، يعني بيكسر هالمادة السامة اللي فاتت بيحولها لشيء بيقدر يطلع من الجسم. أوكي. واليوم كتار عم بيلتجؤوا لهالوسيلة لديتوكس، خاصة من بعد ما يكونوا قطعوا بفترة تخفيق أكل، وهلأ مثلا طالعين من فترة أعياد يعني منعرف أكل وشرب وحلو، فقدي صح أنه هيك دغري نفوت بهالسيستام، وعقدي من الوقت لازم واحد يضلوا هيك، يعني أما نهار واحد بكفي. اوكي، هلا مثل ما قلتي لي انه كثير بيقولوا انه بدنا نفوت ديتوكس، بالنسبه للطب عم نحكي نحن، بالنسبه للطب ديتوكسيفيكيشن هي شغله بتصير بالجسم، بس بالبريفنتيف ميديسين يعني بالطب الوقائي لازم نحن نعمل نظام حياه، إذا بدك تسميه ديتوكس بس هو نظام حياة صحي بيتطبق كل يوم. وفي الواحد إذا كان طالع من فترة أنه كتير خبص أو كان مسافر وغير وما كان بقى منتبع هالنظام الصحي بيقدر يعمل يرجع يعني يعود حاله على النظام الجديد ويقطع مرة نهار بالجمعة بنسميه نحن ديتوكس داي وان داي. قد بيكفي نهار بالجمعة؟ هلا هو اذا تابع ببقيه الايامات رجع على النظام الصحي المضبوط اللي هو ترويقه صحيه مع سناك، بعدين غدا صحي مع سناك، بعدين عشاء بكير، بيقدر يعمل مره بالجمعه هيدا النهار يلي بيكون فيه نفس النظام، يعني في ترويق او غدا وعشاء واثنين سناك، بس الفرق انه بيكون فيه سوائل مكسرات نيه خضره، وبس اذا بدنا نحط شويه دهون بيكون دهون بس نباتيه يعني مثل الافوكا مثلا. اوكي. واكيد سوائل غير المي. هيدي هي الفكره من نهار الديتوكس، بس ما بيقدر الواحد يعمل هيدا النهار اكثر من نهار لانه ما شيء صحي، الجسم بحاجه لكل شيء. يعني ليحول اللايف ستايل تبعه ما في يكون، يعني ما فينا نقول كل يوم ديتوكس، في يكون هيلثي. أكيد. هالسي واي يعني. ايه. هالسي واي هيدا هي لازم تتطبق كل يوم. وفينا نمرق نهار هيدا لانه اذا واحد بيرجع لورا شوي بالزمن كانوا كل عمرهم يعملوا نهار بيصوموا فيه. هي هيدا هي الفكرة انه نهار ما ناكل كل الاكل، نعمل بس شوية انواع اكل فوت على جسمنا وركز كتير على السوائل. حتى يرتاح جسمنا، هيدا هي الفكرة، بس كل يوم منه شي صحي. إلا ما يعني منصير عم نختار مثلا مي من جسمنا وما عم نفوت غذاء على جسمنا بيتأثر كثير أشياء تانية إذا عملنا هيك، يعني لأنه في أشخاص بس بدهم يضعفوا، مش مهم النهج الكيلونيات، لازم الواحد يكون عايش نمط حياة صحي وشوي شوي بيصير في الدهن بخف إذا واحد عم ياكل أكل صحي وبيضعف تلقائيا. طيب كيف منقدر نحول حالنا يعني حياتنا لنقدر نكون هيك صحية؟ يعني قديش لازم لازم ناكل كمية لحمة بالجمعة، قديه لازم ناكل كمية سمك، يعني كيف لازم نعمل هالبالانس؟ مش عم نقول كيف لازم يكون يومنا يعني. هلا نحن عم نحكي اليوم عامة لكل الأشخاص، أكيد في شيء بالطب الوقائي صار إنه نحن نقدر نعرف لكل شخص هو شو أنسب له، ما في دايت معين بيضبط على الكل، بس إجمالا إذا الواحد ما بده يعمل فحوصات تيعرف هو شو بيناسبه أكثر من غيره، اللحمة الحمراء ماكسيموم مرة بالجمعة، السمك أكثر شيء نقدر ناكل منه، بس كمان لأنه في أوقات الأنواع الأسماك إذا منا منيحة يعني ما لازم نقطع مثلا كيلو السمك بالجمعة، والدجاج بيجي بين السمك واللحمة هيدي. أكثر شيء أهم شيء هن الخضرة والحبوب، السوائل،
والفواكه يلي ما بتعلي السكر كثير لانه في انواع احسن من غيرها. ومكسرات النية على بكره بتساعد كمان بتحمي القلب. واذا واحد هو في اكله ما بتناسبه يعني عنده حساسيه عليها او ما بيحبها ساعتها القشره اللي بتعطينا اياها الاكله نحن بنقدر ناخذها بالحبوب بالسبلمنت بنشوف شو ما بناخذ اي نوع اكل بناخذ محلهم الفيتامينز اللي نحن لازم يعني محل هالاكل ما عم ناكله ناخذهم. في حدا من المستمعين كان قبل شوي طرح علي سؤال قديش اليوم المكسرات او البذورات هي منا نية طبعا بس بيكون خالية من الملح. لا قدي صحية صحية اذا كانت خالية من الملح ومنا مقلية يعني اذا كانت رو يعني نية. هو هلأ الاكل المنه مشهول كتير هو الاكل الصحي بالعكس هذا كتير مهم على بكرة يعني اهم شيء الجوز واللوز اهم اثنين اذا ما عم نحكي عن الجوز واللوز النية يعني اذا عم نحكي مثل البذورات يعني بس انه هودي مش مفطورين لانه مش داخلين لانه مقليين بيكونوا في منزدن اشياء لا وبعدين لانه البذورات ما بنقدر نعمل كنترول على الكميه اللي بناكلها هون المشكله هي وقت نحكي مكسرات نية مش يعني كيس الجوز وقت بتكون نية ما بنقدر ناكل الكيس كله بس وقت بكون حاطين لهم ملح وحاطين لهم زيت بنروح بالكيس كله ساعتها بنكون اخذنا دهون كثير بكميه مش ظابطه يعني هي هو. طيب والواين يعني في كتير أشخاص هلأ بهالتقس مثلا ما فيهم إلا ما كل يوم يشربوا مبيض هلأ كباية لكبايتين مبيض أحمر كتير منيح بقدي باليوم؟ باليوم خاي؟ ايه منيح بالعكس هو الألكول يعني إذا ما بنحكي برات المبيض يمسح أنه الإنسان ياخد يعني يشرب 3-4 لنقول كيسات بالجمعة حيالة أنواع ألكول لأنه الألكول بيروق يعني لازم الواحد أنه يكون عم يتابع حياة صحية بس ما في يكون عم بقصف حاله ومعصب كل الوقت. أوكي. البيض الأحمر هو أحسن نوع الكول لأنه فيه كمان فيه مادة بتحمي وبتساعد يعني الجسم كرمال أمراض القلب وبتساعد للالتهابات يعني البيض الأحمر كيس بالنهار لا بالعكس كتير منيح. هلا أكيد إذا واحد بده كيس بده يصير أمينة. أمينك مش مصابت. مش زابطة. طيب وقديش يعني منيحة أن واحد يعمل هالنظام الصحي بلا ما يكون عم بيعمل سباغ قديش بتزبط الخبرية كتير مهم يعني إذا الواحد في أشخاص ما بيحبوا يروحوا على الجيم وما ما عندهم ما بيحبوا الرياضة لازم بالقليلة يعملوا حركة يومية يعني ربع ساعة لنص ساعة مشي أو ما يستعملوا الأسانسير يطلعوا على الدرج يشوفوا محل بعيد يعني في دراسات فرجت إنه لازم الواحد يعمل 10,000 فشخة بالنهار وصار في ماشين واحد يربطها على إيده فيقدر يعرف إنه قديه هو عم بيكون حرك يعني ما بيحرك عارف يعمل أمراض يعني مش بس من المصاحة كمية الأمراض القلب والسكري حتى الكانسر بقى الحركة كتير مهمة أهم من الأكل إذا واحد يقعد من المكتب كل نهار من عبكال عشين وما بيتحرك هذا منه أبدا حياة صحية منه ظابطة أبدا بلا سباق. طيب دكتور لنحكي أكتر عنك وعن الكلينيك تبعك يعني حضرتك بتعملي كوتشنج إذا فينا نقول بتدربك تحولي حياة الأشخاص لتكون حياة صحية مظبوط هلا بالكوتشنج يعني التدريب بنعلم الشخص كيف هو ياكل وكيف لازم يعيش واذا في اشخاص بعضهم منهم عندهم مثلا هدف معين بدهم يضعفوا او عندهم امراض كثير بالعائله وخايفين يصير عندهم هالامراض ساعتها بنلجئ لفحوصات التركيبه الجينيه وبنعرف على التحديد كل شخص اي نوع اكل بيناسبه 100% واي اي امراض هو متعرض لها ساعتها بيصير متحمس انه لا ما في اشياء مخبايه لازم انا انتبه لها يعني هيدا التدريب والوقت اللي بعطيه للمريض بيقتنع اوكي كثير بده يطبق الاشياء اللي عم بقول له عنها يعني كرمال الرياضه تخفيف توقيف الدخان تخفيف الكحول نوعيه الاكل
ومنا قصة انه دايت يعني التانين شو مناكل تلاتة شو مناكل وخلص الدايت بعد شهر. وبتعرف انت اللي بيعملوا دايت بيضلوا رايحين جايين بينصحوا بيضعفوا بينصحوا بيضعفوا. لازم الواحد لقى يقتنع مظبوط فسر له انه مظبوط هو جسمه شو عم يعمل فيه شو عم بيصير لحتى يعني امشي معه انا ست جماع. بس يقطع ست جماع ويتعود على نمط الحياة. يعني ست جماع كتير صعبين بالاول. اول شيء بده يكون عنده الارادة بده يجي على الكلينيك. اذا اجى على الكلينيك يعني نحن صرنا تقريبا ربع الطريق لانه هو حاطط براسه يغير حياته. طيب وكيف الكوتشينج كيف بتصير؟ يعني لازم يكون كل يوم يجي يعني؟ لا لا في one session منفسر كل شيء. نعمل بالاول مثل بيلان كبير بنسال كل الاسئله بنشوف شو في عنده مشاكل شو في امراض بالعائله لانه الاشياء متعلقه ببعضها. يعني النوم التعصيب اوقات في كثير اشياء بتطلع من ورا نوع الاكل بتبين انه مشان هيك ما عم بينام منيح او عم بعصب او ما عم بركز. يعني انا مع فكره انه واحد يعالج كل شيء مع بعضه مش انه بس نظبط الاكل ما له علاقه بشيء ثاني. كله مرتبط ببعضه. هاي هي بالصحه بدنا نسأل عن كل شيء جرب نصلح كل شيء مع بعضه. وبس يبلش يتعود يتعلم كيف هو يأكل أو يتعلم كيف يحضر أكله ويقتنع بالأشياء بتصير هينة لأنه هيدا الشغلة دي خدها وبتضلها معه على طول. بس يحس أنه عم بده يخبص أو مش قادر يكفي هو بيطلب يرجع يجي. بس هو بياخد كل التعليمات ونحن إجمالا أنا بشوفهم بين الشهر وشهر ونص من بعد أول مرة. إلا إذا شخص حسيت أنه يعني كتير جاي من حياة من أبدا صحية يعني خربانة على الآخر ساعتها منشوفه على يعني جمعتين ثلاثة جماع. أوكي يعني مش كتير صعبة مش كتير صعبة الكل بيقدروا ينفذوا هالعملية البسيطة. مهم الإرادة يمكن والإرادة بتجي شوي شوي. ما فينا من أول نهار نقول نحن بدنا نحول حياتنا دغري لتصير حياة صحية. ما بدنا ننطر انه يصير شيء يعني حدا من عائلتنا يصير له شيء او حدا بنعرفه من عمرنا يصير له شيء لانه اجمالا هيك بيجوا بيكون حدا بالعائله صار له شيء او حدا بيعرفوه كثير توفى من القلب او صار شيء حتى يحسوا بالسخن. وما لازم نحن نحس بالسخن لحتى نروح تنتعالج. لازم بالعكس الواحد كيف بنعمل ريفيزيون للسيارة كل فترة والتانية قبل ما يروحوا الفريمات. هيدا هي انه الواحد حرام ما يهتم بصحته لانه ما في شيء اهم من الصحة ابدا ابدا. شكرا لك دكتور ليلى لحود رشدان. طبعا برجع بذكر انه لكل العبالون يتواصلوا معك فيهم يفوتوا لعندك على صفحتك على الفيسبوك على لايف يير كلينيك. هيك بيقدروا ياخذوا كل المعلومات ويقدروا يتواصلوا معك وبركي يزوروك هيك ليغيروا نمط حياتهم. اكيد. ثانك يو رودين. ثانك يو لك. ميرسي كل وقتك. بونجورني. ميرسي باريمو. باي باي. باي.